مستمرة شوطا ورا شوط والتحديات مستمرة، هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. أعلنت انطلاقة الشوط 21 الخاص للصعوبة الإنتاج والمنتجين المقدمة وصدارة وسام. هنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء حمد بن راشد بن محمد بن صفوة من يقدم لنا وسام بهذا التحدي الكبير. وتاني الاسماء وصلت موزون اسم كبير سعيد بن حمد بالزيوح، ولكن دخول مباشرة وصلت الله برمج محمد بن ناصر بن طريبيل، ولكن دخول مباشرة وصلت الشاهينية وسالم بن حمد بن جهويل. الله الله، وصل ليكون حاضر ويقاتل من أجل الفوز ومادة الزعفران للمراكز الثلاثة الأولى. هنالك نرجع ونلحق المقدمة والصدارة وسام بهذا الوسام حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري. الله الله، وسام وسام مع التحدي، وسام مع الناموس. الله يا وسام حمد بن راشد بن محمد مع وسام. صدرت الأوامر، وسام وسام وسام، وهنالك حمد بن راشد بن محمد المري مع وسام. وسام 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 مع التحدي مع الناموس. سلام وسام، سلام حمد بن راشد بن محمد بن صفو المري مع وسام. وغادرت وسام. ثاني الأسماء وصلت برمجة محمد بن ناصر الطرابيل. ثالث الأسماء وصلت الشاهينية سالم بن حمد بن جهويل المري. التوقيت الزمني ساعة وصول وسام لخط النهاية، قطعت مسافة 1200 متر دقيقة 46 62 جزء. تهانينا والناموس.